لكم على قناة تونسنا. غبت لكم نهار الأربعاء اللي فات، أما رجعت لكم توا في فورمة. شكر خاص لزميلتي شيماء شمام اللي عودتني، كل عادة والعويد سنسناكم فما لي زانفيتي اللي تحبوهم، مواضيع تهمكم وتهمنا، برشا موزيكا وبرشا جو، ويلا نبداو. برشا حب ومانيش وحدي، نستقبلوا نو كرونيكور ونبداو بزميلتي ساندرا شيحاوي. نستقبلوا مع بعضنا نو كرونيكور سي مازن نرويز. ساندروش لطف عليك ولطف عليا نهار الاربعاء اللي فات، ريت بالله بسم الله علينا كل عين خديناها. ما يسالش ما يسالش، ربي يلطف بينا. لاباس الحمد لله الحمد لله. محليك يعيشك فلايو هذي، وانت زاده يعيشك فلايو هذي. بيستاشيو بيستاشيو، محليك محليك. مازن شنو احوالك؟ مساء الخير مرام، مرحبا بك وبكافه الساده المشاهدين والمتابعين اينما كانوا. حلقه جديده من برنامج بفري نشوفوها مع بعضنا كل اربعاء على قناه تونسنا تي في. خليتوا عليا بلاصتكم مرة فاتت. شو نقول لك؟ وحشتكم. خليك وحدك. هكا شيماء يعطيها الصحة. لا يعطيها الصحة. على بيان جيري. يعطيها الصحة على بيان جيري. نحبكم ديما معانا، نحبكم ما تغيبوش، ديما موجودين. أتمنى مشاهدة ممتعة للجميع. وهنا رجعنا. ضيفتنا اليوم صاحبة الشعر الكيرلي، مزينة ومحبوبة برشا وعندها حضور مميز وشباب، أبدعت في السينما، في التيلي، في المسرح، ما خليت ما عملت، بارك الله عليها. واليوم جيت بحذانا باش تكمل تحكي لنا على مسيرتها اللي ما زلت متواصلة بالنجاحات. نستقبلوا مع بعضنا زميلتي وصديقتي شاكرة رماح. يا شاكورة يا شاكورة، مرحبا بك محلينا. عسلامة عسلامة مرام، عسلامة ناس كل، مبروك على الميسيون، محليها أحلوة برشا وفرحانة برشا بالانفيتاسيون معاك وباش نعديو الوقيت الحلوة مع بعضنا. نورتنا ومحليك وشو ستايل. يعيشك يعيشك مرام، ميرسي. ماشية وتصغار يعيشك يعيشك، ميرسي ميرسي، بارك الله عليك. محليك محليك، ميرسي بوكو. هذايا أمانيا بورقيبة كرياتريس اللي لابستك، اللي لابستك يعطيها الصحة على بوكو دو. نقولها ميرسي بور لا تونو. مرحبا بك عزيزتي ساندروش. مازن شكون جاي بحذانا؟ صلي على النبي، نورت لنا البلاتو. يعيشك يعيشك. باهي توا قبل ما نتعديو الانترفيو نتاعنا باش نعديو روبريك سلمومون ونرجعو. الوغ في سلمومون اليوم اخترنا باش نحكيو على العلاقه بين الاستاذ والتلميذ. اسكو بالحق العنف في الوسط التربوي زاد، وشنو هي علاقه الاستاذ بالتلميذ نتاعو؟ نشوفوا الروبورتاج ونرجعو. عنف في الوسط التربوي ظاهرة ماشية وتزيد في العوام الأخرى. الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام خرجت دراسة تقول فيها أنه من أول 2024 لحدود آخر شهر أفريل 2024، يعني حدود 4 أشهر، تم تسجيل أكثر من 20 اعتداء على الإطار التربوي اللي متسبب فيه بالأساس تلامذة وأولياء. التونسي شنو رأيه في الرقم هذا؟ 20 حالة برشا 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 زادة، يعني كي تسمع هكا فريمون سا في مالو كوغ. رقم مفزع. أنا تربيت في إيبوك اللي الشيء هذا ما كناش نسمعوا به جملة. أنا ولد ديكول بيبليك، معناتها أنا ولد مدرسة العمومية، قريت في مدرسة عمومية وبعد قريت في معهد عمومي، وكنا ما كناش نسمعوا فيهم. هذوما سيدي يمكن مرة في الفيل، معناتها مرة في العام في العامين. موجود ينجم يكونوا، موجود ينجم يكون موجود، ولكن ما هيش ولو حتى اعتداء واحد ما يلزموش يكون. هو احنا ما نبرروش الاعتداء نتاع التلميذ على الاستاذ. والله رقم ما يخوف بالحق، معناها خاطر الاستاذ هو معناها يربي في الاجيال، معناها هو القدوه نتاع المجتمع، فهمتني؟ ما عيب معناها انك تعتدي على الاستاذ نتاعك، فهمت؟ وزارة التربية من جهتها تقول أنه تونس تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر العنف داخل الوسط التربوي. هذا وأنه عدد حالات العنف الجسدي على المعلمين والأساتذة في تونس وصلت 21 ألف حالة اعتداء من 2011 إلى حدود 2024.
هذا بطبيعة حسب النتائج الأولية للدراسة حول العنف في الوسط المدرسي اللي قامت بها لجنة التربية والتعليم بالاشتراك مع قسم التوثيق بالجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام. حسب التونسي، شنو اللي يخلي حالات العنف في الوسط التربوي تزيد؟ توا وليت ثم برشا تسيب في المدارس، في المعاهد، في بارتو. من الأسباب زادة أخرى الأولياء. توا أنا مثلا يبدأ عندي ولدي غلطت مع الأستاذ نتاعو ولا الأستاذ نتاعو عيط عليه. عندي غيبو عيط عليه، يا أخي عيط عليه كيكا، أنت ما في مصلحته. جو بونس كو المشكلة ساعة أولا في المجتمع، لي فالور نتاع المجتمع صارت فيهم أون كروند ريغريسيون، تراجع كبير. هذه حاجة الأولى، وفما زادة كما نقولوا مش المجتمع مي بلوتو لو كادر نتاع لونسينيمون زاد تبدل، ما عادش كيما قبل، مش كيما قبل كنا نقرا في ليكول بيبليك. توا فما برشا اون فا دير اون كروند بارتي من التلامذة ولا يقرا في ليكول بريفي، وفما زادة لو كونفلي انتر جينيراسيونيل. احنا اليوم نحكيو على جينيراسيون زاد وميلينيولز، دونك سي دي نوفيل فالور، دونك الدنيا تبدلت. ما كانتش قبل محال، ولكن ثم ظروف اخرى، ظروف خارجيه، ظروف في المنزل. سبب الشبيبه ناقصه تاثير، معناها كسوسوا من العائله ولا من الدوله ولا من، معناها ناقصين برشا، معناها شكون ينصحهم، فهمتني؟ ناقصين شكون ينصحهم، شكون يأثرهم، شكون، فهمت؟ رغم الأرقام اللي كنا نشوفوا فيها، إلا أنه العلاقة بين الأستاذ والتلميذ علاقة خاصة تختلف من شخص لشخص ومن جينيراسيون لجينيراسيون أخرى، وكل واحد شنو علاقته بأستاذه. التو أصحاب مع برشا من أساتذتي، والتو حتى اليوم نخرجوا مع بعضنا ونحبوا بعضنا، وقعدت علاقة ياسر محلاها، ونحترم احترام كبير برشا، معناتها مي سا سيتي اون ايبوك ريفولو كيما قال. دوماج كو ما عادش هكا برشا. معناتها علاقتنا بالاستاذ كانت امور احترام، وكنت نخافوا من الاستاذ، وكان الاستاذ عنده هيبه، والاستاذ كان ينجم يساعد ويقف معاك ويساعدك. بالنسبه لنا نحن جينيراسيوننا من مواليد 90، المعلم معناها كي يعرضنا في السوق ولا في الشارع ولا في، معناها نحشموا منه ونقدروه، فهمتني؟ تي كي تعدى المعلم انت بسوريوسنا، ها مسيو متعدي محليها يعني، فهمت؟ هاك اللي نقدروه ونحترموه، فهمت؟ كيما يقول لك قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسول، يعني هو يؤدي في رسول. شكورة، باش نبدا بك انت بما انك استاذه والموضوع هذا يهمك برشا، شنو رايك في الموضوع؟ اكيد مرام، هو انا جي اكزيرسي بوندون 15 ans لونسينيمون، دونك ماده التربيه المسرحيه، تو جو سوي ديتاشي في وزاره الثقافه. لكن خلينا نقولوا الي العنف في الوسط المدرسي سي ان فينومين انترناسيونال، ماهوش كان في تونس. وفي تونس هو موجود من قبل، يعني من قبل الثورة، لكن بتتخ بعد الثورة ساسي اكسنتوي في لي شانجمون سوسيو ايكونوميك بوليتيك كل شيء، دونك ساسي اكسنتوي برشا. سي فغي وي موجود العنف في الوسط المدرسي في مسلسل سنة الفلوجة سنة وعامنا، ودونك تطرقنا للموضوع هذاك. دونك وي موجود، وعنده برشا يعني اسباب، خلينا نقولوا من العائلة يعني للمؤسسة التربوية. دونك موضوع مهم ياسر، ويلزم يطرح، ويلزم يعني يتحل ان ديبا اوتور دو سا بالحق، خاطر سان غير بروبليم. على خاطر اوسي ساندرا كوم تو فو لي شيفر ياسر يخوفوا. وي لي شيفر يخوفوا، واصلين مرتبة ثالثة يعني تونس. بالضبط، فما تسجيل توا من 21,000 ل 30,000 حالة عنف مدرسي. نحكيو على المعاهد والمدارس، معناها نحكيو على صغار ما بين 12 سنه و 16 سنه، اللي هما في مرحله التكوين نتاعهم، مرحله انهم ياخذوا شنو معناها القيم وشنو المفاهيم. بالضبط، قاعدين وقتها يفهموا شنو هي القيم نتاع الدنيا، شنو هي الفالور اللي لازم يخرجوا بها، والمبادئ اللي باش يشدوا بها ثنيه الدنيا من بعديك. تقام في الوقت هذا هما قاعدين يعنفوا،
في حاجة اللي احنا اول ما تربينا تربينا نخافوا منها اكثر من والدينا، معناها تقولش عليه بوك واقف المعلم، تقولش عليه امك واقفة غاديك اكثر من ذيك، هو قاعد باش يربيك، هو قاعد يعطيك حاجات اللي في كبرك باش تقام. انا لتوا ما ننساش انا بنت المدرسة العمومية، قريت في المدرسة العمومية، عمري ما حسيت انه مدرس قصر معايا في المكتب. مشيت بعديك المعهد النموذجي في رودروم في تونس، كيف كيف اساتذتي نتذكرهم بالاسم وليهم فضل عليا لتوا، معناها في تكويني التعليمي وفي كل شيء، حتى في طبيعتي هما اثروا عليا يمكن اكثر من عائلتي، اثروا عليا وزادوني كالبلوس. البلوس هذيك احنا توا ما عادش نلوجوا عليها عند الاستاذ، فالاستاذ ما عادش نقيموه التقييم اللي كان قبل. انا نتذكر قبل الولي يحثك على انك تحترم استاذك، اول حاجه يعلمها لك الولي تحث يحثك على انك. ما قالت لي في الغوبورتاج ما فيها باس كان يعيط ولا كنا كنغزو الاستاذه نتاعنا نهبطوا روسنا في القاع. بالضبط، نعتقد انه هنا دور الاولياء كبير في انه يرجعوا المفهوم هذا، خاطر توا كي تجي الولي انت قدام تبدا يحكي مع الاستاذ بطون خايب قدام ولده، ما عادش يقدر الولايد وقتها. بالضبط، يولي لهنا مفهوم الاحترام تاع الاستاذ يهبط برشا، يولي الطفل يحس روحه انه عنده الجرأة أنه يحكي مع الأستاذ تيتا تيت، معناه يحكي معه بنفس المستوى، بنفس المستوى. أيه بالضبط، يحكي معه اللي هو حاجة ماهيش معقولة وما تجيش، ما لازمناش نسمحوا بها أصلا. مازن، كيفاش كانت علاقتك أنت والأستاذ نتاعك؟ في اعتقادي الساعة قبل كل شيء خنشخصوا الظاهرة هذه، لأن هي ظاهرة عالمية وليست فقط معناها على مستوى تونس. العنف في الوسط المدرسي اليوم نشوفوه معناها في العالم الكل، وهنا السؤال يطرح نفسه، علاش وصلنا معناها للاحصائيات هذه اللي سبب فزع؟ وفي نفس الوقت تم صراع بين الاجيال قدر نرجعوا نشوفوا فيه تو، بين معناها الاساتذه اليوم من جيل، الكلام ده هما اللي من جيل. وهون السؤال يطرح نفسه، من الذي يحدد الصواب ومن الذي يحدد الخطا؟ اول حاجه الساعه ما ثمش حوار بين الاجيال، ما ثمش حوار. فماش لا كوميونيكاسيون، المفروض ثم تكون تواصل واتصال على مدار السنه، تكون ثم دورات تدريبيه، دورات تكوينيه. حاجة أخرى مهمة برشا باش نجنبوا هكا المشاكل نتاع الصغيرات، هي دور النوادي. النوادي الثقافية، وأنت كنت تحكي في الأنسيريمون التربية المسرحية بيان سور. دونك ماذا بينا يا ريت لو كان يرجعوا كالنوادي يشتغلوا أرواحهم في الفن، في المسرح، في الرقص، في الغناء، باش على الأقل نساهموا في الحد من النسبة الكبيرة هذه والمفزع في الحقيقة، ونجنبوا برشا برشا حاجات من شأنها تصير مشاكل في المؤسسة المدرسية. بالضبط، انا حبيت نقول حاجه الشكرة، حبيت نقول لك اللي فما ناس تعتقد انه المسلسلات عندها دور كبير في هذا العنف اللي نشوفوا فيه، يعني الناس ما تتصورش انه هذيك اسقاط من الواقع يتفرجوا فيه، بل بالعكس يتصوروا انه حث المراهقين على انهم يبادروا بوادر العنف. انا جو بونس كو هوني دور لي بارون، على خاطر نحكيو نقولوا ليه نبداو نغطيو في عين الشمس بالغربه، نقول ليه هذا ما فماش في المجتمع نتاعنا. اوخ ساعات يقول لك لا رياليتي ديباس لا فيكسيون، فما حاجات وفما ديكا يعني في المجتمع وعنف مدرسي اللي حتى ما تنجمش تعديهم حتى في ماده دراميه في التلفزه، فهمت؟ لكن انا نقول مهم ياسر انه ديما جو برون ليكزامبل تاع الدراما المسلسل في رمضان، بالعكس انت اوليو دو باش تقول لصغيرك ولا ولدك لادوليسون المراهق ليه ما تتفرج فرش، لا بالعكس تقعد انت وياه وتتفرج انت وياه، لكن وتحكي وريه الاغلاط فوالا يلزم يفو اوفخيغ ان ديبا بين البارون وولده، على خاطر سي فاسيل راه باش تقول لولدك ولا بنتك برا شد بيتك وما تتفرجش هذا مش نتاعنا، ولا هو في بيته الى ليفغي لوي ميم عنده التابلت نتاعو ويتفرج على ما اشنع من هكا. دونك يظهر لي الولي يقعد مع ولده ويحكي معاه، وانا يعني بلوس دو كوميونيكاسيون، يحكيوا مع بعضهم يقولوا راه هذاك لا وذاك غلط وذاك ما يجيش وذاك ما يجيش. المشكلة يا شكرا اللي توا دو نو جور فما حالات اولياء يعملوا في العكس تاع هذا، اللي يتهجموا على اساتذه كاريمون كيما ريناهم سور لي ريزو سوسيو وكل شيء. دونك هذا يزيد يلز الطفل باش ما عادش لا يقدر ولا يريسبكت. انا ديما نقول لونفون لي زونفون سون لي فروي دو لور بارون، راه زيد لا بروميير ايكول، لا بروميير ايكول بيان سور. يعني كان تشوف وليد ما نعرفش ماهوش متربي ولا يتهجم ولا ما عندوش دي فالور، شكون باش يعاديهم له لي فالور؟ سي لي بارون، هما بيدهم لي بارون هما بيدهم مشكله، تلقاهم زاد عندهم مشاكل، فهمت؟ دونك بشوي بشوي تتوارث الحكايه. دونك انا ندعو لي بارون الوالدين يتلاهوا اكثر بصغارهم، خاطر الدنيا ولات ياسر كومبليكي والحياه معقده وكل شيء، ماهمش لاقيين بصغارهم، فماش وقت باش يحكيوا باش يقعدوا مع صغارهم. دونك راهو مهم ياسر انك تحكي مع ولدك ومع بنتك. صحيح.
اون بلوس ساندرا هما قالوا الحاجات هذوما ما كانتش موجوده قبل، انا جو بونس كانت موجوده بدرجه اكثر ولا اقل، مي كانت موجوده جوسكو سوف كو اوجوردي دو نو جور سي بلو ميدياتيزي، يعني راهو فيهم على لي ريزو سوسيو واكثر سور لي زيكرون تاعهم. اكيد هذا شيء موجود بالضبط، هو اكيد من قبل كان موجود، اما مش بالصفه هذه، خاطر الصفه هذه تفقمت برشا وليت منتشره برشا، وحتى الارقام طلعت ياسر. توا ولينا نجموا نتفرجوا في الحاجات نشوفوا فيهم، قبل كي كنت تسمعها مش كيما كنت تشوفها، كنت تنجم تقول قاعدين يهولوا في الامور، توا اللي تشوف فيها بعينك وتسمع فيها، فالحكايه حقيقيه واقعيه والارقام كبرت برشا. هو يقول لك انتم اونسيين ايكول وهذوما نوفيل ايكول وجيل جاي باش يجي حاجه اخرى، ايش نقول لك؟ القيم والمبادئ ما يظهرليش كانت تتبدل، معناها الخير خير والشر شر، مش باش يجي عام 2027 اللي نعرفوه خير توا باش يولي شر عام 2027، القيم هي بيدها لازمنا نستحفظ عليها. بعد فما تطور وفما نوع من الحريات ونوع من الحقوق يتجدد، هذا كان نمشيو فيه، اما فما ليني كبيره هذيك هي راهو لازم نمشيو عليها الناس الكل، معناها كالصراط المستقيم نتبعوها الناس الكل ما نخرجوش عليها، والخروج عليها هكا تشوف شنو يوصلنا. والعنف هذا مش كان في المدرسه راه في الشارع وفي العنف ولا مستبيح في الاماكن كلها. شكرا عندك بنيه تبارك الله ما شاء الله وصلت عمرها قديش تو؟ 13 سنه ما شاء الله تمشي وتزغر فيك انتوكا عندك صاروا لك ديزيكسبيريونس بين هي ولا سيدة نتاعها ولا سيغ سيغ انا والله لا بوزيسيون نتاعها كيفاش والله جالي بخوندغ ليكزامبل دو ما في انا بنتي لا 12 تقرا في الكوليج يعني ديما نحكي معاها بالنسبه ليها جينيراسيون زيد وكل، لكن كما قالت فما دي فالور يعني ما فماش يلزمهم يتعداو انك تحترم الاستاذ، انك صارت لها سي فغي ديغنييغمون صارت هكا حاجه مع الاستاذه، قالت لي الاستاذه عطاتني قالت لي اعطيني ستيلو رميت لها الستيلو، يا اخي انا قلت لها لا قالت لي لا مدام باهيه ولا كول، قلت لها حتى مدام هي كول وكل لكن هذيك استاذه نتاعك انت تقوم لها وتمد لها ستيلو مش ترمي لها ستيلو، سي ان اكزومبل فهمت اللي لو بارون يلزم يوجه ولده يصلح له من التصرفات نتاعو من الكومبورتمون نتاعو، حتى كان يعني جينيراسيون يعني توا سي فغي يلزم نفهموهم اكثر في التصرفات نتاعهم في ليسبري نتاعهم، لكن فما حاجات يعني دي ليني روج واحد ما يلزمش يتعديهم. ونعاود نقولوها سي لي بارون هما الاولياء اللي تواجه الصغار نتاعها وتخليهم يمشيوا صحاح. مازن تحب تزيد تقول حاجه على الاساتذه والتلامذه ولا؟ انا باش نوجه الدعوه توا للاولياء للامهات والاباء مزيد من الاحاطه مزيد من الاتصال والتواصل، خاطر الحل مرام اليوم لاهو بالعنف، الحل كان بالحوار، لازم ثم يكون حوار ويكون ثم كوميونيكاسيون، خاطر كما كنا نحكيو بكري هذوما في مرحله حساسه برشا في عمر صغير، معنى اي حاجه تتاثر عليهم، دونك ماذا بينا يكون عندهم الاولياء درجه من الوعي انها تسمح لهم باش يأطوك الوليدات نتاعهم. اكيد ساندرا عندك ان بروفيسور هكا قعد لك كتاب ماركي في مخك مازلت تذكر اسمه؟ عندي انا عندي استاذه عربيه تري سبيسيال بالنسبه لي دايوغ هي ساهمت برشا اني انا نحب اللغه العربيه برشا ما حبتني فيها على الاخر، دونك انا نحييهم اساتذتي كل كيما نحيي اي استاذ، راهو الاستاذ راهو عنده دور كبير ما تشلقش به وانت صغير، راهو فما برشا حكايات انا حكيوهم لي ناس قبلي كنت نسمع فيهم ونقول ايه ذا فاش يحكي لي، من بعد كي كبرت استوعبت قيمه الناس هذوك دايوغ توا كي نعرضهم ما عندكش فكره قديش كي قبلوني ياسر نبدا فرحانه، خاطر هما اثروا فيا وعاونوني في حياتي. باهي انا زاده نوجه تحيه كبيره للاساتذه نتاعي من المكتب للكوليج للليسي ولكلهم براتيكمون الكلهم نتذكرهم، دايوغ البارح بالزهر عرضني البروفيسور نتاعي ذكرتني هي سيتي كوا لا ماتيغ وشنو عملت فيها في الكلاس، كنت شيطانه شويه هنا، دونك نوجه لهم تحيه كبيره ونقول لهم يعطيكم الصحه على المجهودات اللي تعملوا فيها الكل. شكرا انت زيدا استاذ كي تمحي انا الحقيقه ولا. تحيه كبيره كما قلت للساده اللي قراونا الكل، انا بيدي يعرضوني تلامذتي خاطر قريت فما تلامذتي تبارك الله عليهم كبروا وخليت فيهم اثر وحاجه صافي بليزير يعني تفكر عبيد منهم يوم بيان سور يعرضوني لي انا ساعات نصيب خاطر تبارك الله كبروا بيا ورجال وكل دونك يعرضوا لي مدام راك قريتنا باغ اكزومبل قريت مسرح في حموده باشا في اريانا قريت دونك يقولوا لي راك قريتنا وبفضلك حبينا المسرح وحليت لنا عينينا على برشا حاجات اي سافي بليزيغ بالحق يعني ستون غوكونيسونس. اي ان برافو ا توا شكرا. عايشك. برافو. عايشك عايشك مرام.
هذاك هو كان موضوعنا في سي لو مومون. سي جي ان ميساج ا باسي انكور نقول للاولياء يساعدوا ويسيسوا مع صغيراتهم ويسيسوا زاده مع الاساتذه اي فيس فيرسا الاساتذه زاده. ميرسي بوكو. الوغ توا باش ننتقلوا للانترفيو نتاع ليلى شكرا رماح. شاكورا رينيك في المسرح موجوده برشا في برشا مسرحيات كيما ضد مجهول. باش ما ندخلكش في برشا ضعاف. حسره مع سي توفيق جبالي. صحيح. سي ليكسبيريونس هذيك لو ديبو لي ديبو نتاعي البدايات نتاعي في فضاء التياترو مع الفنان الكبير توفيق جبالي. هي اللي تخليك اليوم تنجم تقول شنو بالنسبه لك المسرح. المسرح سي لافي، المسرح هي المدرسه الاولى، المسرح هي الملجا بالنسبه للممثل باش يلقى فيه روحه باش يجرب باش يل سو ديفوال. المسرح ديما نقول هي المدرسه الاولى للممثل وديما باللي تبعد وكل ديما ترجع. في مسيرتك المهنيه زاده شفناك في السينما وبديت بفيلم بنت فاميليا مع سنوري بوزيد، نوجه له تحيه كبيره برشا. تحيه كبيره لي. وكنت تستنى حاجه ابغتيغ من الفيلم هذايا؟ الوغ بور لانكدوت هذاك سيتي ما بروميير فوا دوفون لا كاميرا، اي سيتي دوفون لا كاميرا دو نوري بوزيد. عملتها اول عام نطلع المعهد العالي للفن المسرحي نقرا مسرح، وعملتها ايام قرطاج السينما، اي وقتها ما كانش فما تليفونات وكل شيء، عندي الكالبان تاعي وماشي هكا ناخذ في لي زوتوغراف من عند الفنانين، ومن بينهم سي نوري بوزيد، وحط لي وقتها كتب لي اوتوغراف، قال لي ان شاء الله نتقابلوا نتلاقاو في فيلم، وهو وقتها يعمل في الكاسيك بتاعو تاع بنت فاميليا. ايفيكتيفمون وقتها جاي petit rôle et c'était la première fois devant la caméra du grand Nouri Bouzid. C'était une belle expérience. تتسمع في السينما دخلت من باب الكبير. وي وي مي ديما نقول دخلت من باب الكبير، لكن مازلت مش كيما في المسرح، خاطر في بداياتي ركزت اكثر على المسرح، خاطر حسيت روحي مازلت مانيش حاضره دوفون لا كاميرا. ادير كو قريت المسرح نورمالمون البدايه تبدا لك بالمسرح، يا اخي انت تو تي لونسي بالسينما. بالسينما ابسولومون. اكسبيريونس. ابسولومون. دونك وبعد لي اكثر خيرت اني نكمل في المسرح وخاصه مع سي توفيق جبالي في التياترو. يعني اون باراليل سيتي دي des expériences, des participations dans des films étrangers, des courts-métrages, des documentaires fiction. Oui, Talvza, on a le cinéma, on a le masrach, on a le masrach, on a le masrach, je vais citer quelques-uns. Je vois les hal, Nsibti l'Aziza, Layen, Hkait ou Nsaya, ma ba'adna, El Fallouja, Naour Tlahoué, Aouli Dulghoul, ou Tej Lhadra, Tbarkallah. Exactement. Où est-ce que tu as fait? أمير أكثر العمل اللي يناسب شكل رمي. والله هو بالنسبة لي أنا أقول نعورة الهوية هو أكثر مسلسل يعني قدم لي الجمهور العريض، يعني كان الناس يعرفوا شكل رمي في المسرح وفي السينما شوية كم معناش بكود برودكسيون وانت تعرف مرام، لكن بالنسبة نعورة الهوية كم جو ناكس يعني مهم لي في الجزء الأول والثاني، والبرسوناج وصل ومس الناس ودايوغ في لي غودي في التوا يتعاود وكل في الوطنية، والناس فريمون لتوا يتفاعلوا مع شخصيه زهره، المراه الكاتحه، المراه اللي تدافع على صغارها، المحاربيه، تبني في روح المحاربيه. اكزاكتومون. دونك جو بونس الدور هذاك مهم ياسر ومسني وتعبت فيه. تشبه لك الشخصيه هو اي شخصيه تاديها لازم فيها جزء منك، فما زاده شخصيه محبوبه في تاج الحاضره اللي هو سيتي اون بتيت بارتيسيباسيون مي سيتي ان بيرسوناج كي ا ماركي اوسي بالخرجات بتاعو بالمواقف نتاعو. اولاد الغول مع بعضنا زاده الابداع في اولاد الغول، خاطر حتى من اللهجه تتبدل، اللهجه اللي عند رهميه تاع عند راهم تاع الجماعه. سيتي امبرسيونون دو فواغ شيكرا، يعني توا كي تحكي معايا شيكرا رميح نورمال ومن بعد نتقلبوا باللغه نتاع الشمال الغربي اللي نوجه لهم تحيه كبيره برشا برشا. اكسلي في اللغه جيجي محليك محليك في فلوجه الان و دو صاروا برشا انتقادات على خاطر شفناه يحكي على المخدرات وشفنا العنف في الوسط التربوي كما اللي كنا نشوفوا فيه توا نحكيوا عليه. شنو هو تعليقك بارابور؟ هو المسلسل من الجزء الاول يعني سيتي ان شوك، وجو بونس انا نقول سيتي استراتيجي من المخرجه ومن السيناريست انه من الاول تعطيك الشوك هذاك للمتفرج، وبعد بشويه بشويه شفنا حتى من المواقف الناقده للواحد كيفاش برشا ناس وبرشا فنانين حتى على لي ريزو سوسيو بعد بشويه بشويه مع تقدم الحلقات حتى الموقف نتاعهم تبدل وقالوا سامحنا راهو بالحق، على خاطر المخرجه عرفت كيفاش من الاول بسطت المشكله وحطت المشكله في الاطار، لكن بعد ورينا كيفاش خلينا نقول
نقولوا المغال من هذه. وتواصلت الحكايه زاد في الجزء الثاني، ما نغطيوش، عاود نقول ما نغطيوش عين الشمس بالغربه. العنف موجود ماهوش من توا، من قبل، لكن توا باللي ريزو سوسيو كيما قلت سا سي اكسونتوي، كل شيء ولا يوصل يعني لي فيديو يجيو من الكلاسيك قبل ولا توا، اللي توا ولا ميدياتيزي يفيقوا به العبيد، ولا كنا في الخفاء. انا جتخوف توا خير، خاطر لو ديبا لو ديبا توا كل شيء يوصل كما قلت قبل، كل شيء برفا ما برشا حاجات ما كانوش يوصلوا اللي كنا نعرفوهم، لكن نحكيوا عليهم في دي سيركل هكا ضوايقين يعني ما بيناتنا لا ساده ولا في هكا دي ديسكسيون، لكن توا ولات الحكايه ميدياتيزي ويلزم سلطه الشراف زاد تاخذ بعين الاعتبار هذا وتحاول تصلح. اي طون ميو كان يعني ماده دراميه طرقت الموضوع كي من هذا مهم ياسر وحلت ان ديبا وكيفاش نقولوها يعني لامي لو دوا هكا اكسونتوي الموضوع باش يصير ان ديبا ونحاولوا نلقاو يعني الحلول. شكرا. هو دورك في الفلوجه اثنين معناها هو الدور ديما الدور، والممثل ممثل في اسباس صغير ولا في اسباس كبير؟ لا حتى اسباس كبير ما عندك كما تقول. بالضبط جوستومون. دونك انت حسيت اللي الدور نتاعك ربما قل ظهوره، باش ما نقولوش صغر، قل ظهوره في الجزء الثاني بارابور للجزء الاولاني. مع هذه القينيك هنا نحب نسالك انا، هل انه الفنان مضطر احيانا باش يقدم تنازلات فنيه لانه ما عندوش حلول اخرى؟ بيه خليني أجيبك. بالنسبة للمسلسل كل فلوجة إلي أكسي على جا، وذي المخرجة قالته حكينا مع بعضنا، قالت لي راهو الفويتون اكسي على لي جون على الصغار، لكن انا نحب ندعم الصغار هذوما ممثلين بروفيسيونيل وعندهم تجربه. دونك انا قبلت ساعه، اولا ساعه خاطر سي فغي كو المساحه نتاع البيرسوناج ماهيش برشا، لكن الدور مختلف مهم ياسر. اون فام يعني اللي هي ياسر باسيف وافاسي وهكا تخي كاغي، اللي هي تعكس بالحق شريحه كبيره من النساء في العائلات من الامهات اللي موجودين، اللي ما بالنسبه لها بنتها القرايه وكهو وكاخي وكهو ما تحكيش مع بنتها، وشوف اش صار صار لها بنتها كيفاش كي ما فماش كوميونيكاسيون، فماش تواصل بينها وبين بنتها وبينها زادة وبين رجلها. هو هذاك المساج اللي حبته المخرجة، حبت توصله الشخصية هذاك. أنا بتيت هذاك اللي خليني نأديها شخصية، خاطر بالحق بعيد عليا تمام البعد، بتيت لو بوان كوما بيناتي أنا وياها اللي هي عندها اون في اونيك يعني انفون اونيك، وأنا عندي بنتي أكاها. أنت سوف كو دون لا فري في فما الكوميونيكاسيون مع بنتك با دو سوجي تابو، واللي رينا عكسه في فلوجه اكيد، اللي يخلي الصغير يمشي يغلط من بعد. يغلط بيان سور، وهو ما خلينا نقولوا الصغير ينجم يغلط راهو الادوليسون، لكن انت كيفاش توجهه، انت كيفاش تحكي معاه، كان ما تحكيش معاه ولا تواجهه بالعنف ولا بالرفض بتدخل ينجم يكمل في الغلط نتاعو. اوغ كنت تحكي معاه سي فغي غلط، تشوف معاه كيفاش يصلح، كيفاش يتفادى الغلط هذاك، جو بونس سا سخا ميو. دونك الدور هذاك هو طبيعه الدور شويه سي فغي. اما حقيقه انت كان لقيت دور اخر في وقتها، دور اخر دور فما ادوار فما ادوار فماش ادوار. حاسه كانك ماكش فرحانه بالدور اللي اديته شاكره في مش فرحانه، اما على خاطر نتصور هي رؤيه المخرج، هو حر في رؤيه المخرج والكاتب هو حر، اما انا تقول لي نحب نشوف المراهقين، علاقة المراهقين بأوليائهم في هذاك مهم جدا جدا بالنسبة لي. أكيد مسلسل ما يتفرجوش فيه كان مراهقين، يتفرجوا فيه الناس كل من الشريحات العمرية الكل، والمسلسل ديما العمل الدرامي ديما عنده في الأخر بكل حاجة معنوية مفهوم معنوي في الأخر يخرج به اللي يتفرج منه. بالنسبة لي أنا معناه وجود الأولياء حاجة مهمة جدا، وإسقاط البرشة ناس النجم يتفرجوا يلقوا رواحهم في برشة بلايس، معناه كان ينجم يكون الدور كبير. بعد تقول لي المخرجة عندها خيار آخر، هي حرة وهذا العمل اللي مثلها ولها الحرية في ذلك. أنا نحكي على شكرا رميح كفنانة، كفنانة هل أنك أنت حقيقة كلقيت دور آخر أونتخو تون؟ راك هذيا توا باش تحل ان ديبا طويل وعريض وباش نعملوا عليه حلقه اخرى. لو ديبا قله الانتاجات الدراميه في رمضان، على خاطرها مربوطه برمضان، مربوطه بالموسميه،
وخارجوا ما فماش انتاجات، ما مربوطه بالفلوس، بالليزانونسور اللي يتحكموا في كل شيء، بالبوليتيك كامله كولتوريل، فماش دراما، ما فماش مسلسلات، ما فماش سينما، بالممثلين تبارك الله لي بوتنسيال الكبير الموجود اللي عندنا في تونس، مش كان شاكره رماح، برشا ممثلات اللي ماهمش قاعدين يخدموا، اي جون باس. دونك تقول لي انا هل عندك الاختيار؟ خلينا نقولوا ما عندناش برشا اختيار. تقول انت مثلا بيرسوناج شويه سي فغي المساحه نتاعو هذاك يعني الاختيار من المخرجه، لكن انا عندي الاختيار في وني نقبل ولا نرفض. قبلت انه خاطر البيرسوناج مغاير لحاجات انا اديتهم قبل، بتيتر كان مثلا يتطرح عليا مثلا بيرسوناج في مساحه اكثر، لكن الشخصيه اديتها وخدمتها قبل وباش نحس روحي نكرر روحي، ممكن ما نقبلش. ممكن ما نقبلش، ونخير اني نقبل حاجه اقل لكن فيها اضافه ليا وفيها اضافه حتى زاده للمشاهد. لكن مالوغوزمون يقعد ديما المشكله اللي قلت الانتاجيه. هو في اللي قالته الكل اختيار ولا مش اختيار، توا لا بوزيسيون نتاعك نتاعي نتاع عبيد يعني عندهم اون اكسبيريونس كبيره، ما عادش يختاروا اللي يجي، ماهيش حكايه مساحه قداش باش تتعدى ولا قداش باش تظهر في الاكران. اكزاكتومون. يا ان سيناريو ديغيير، يا ان ترافاي. سامحني مرام، ما ساعات نعملوا احنا تنازلات فنيه، تنازلات فنيه من نوع اني انا نبدا الحاجه مانيش مقتنعه بها برشا، اما نمشي كمام نعملها نقول خليني نظهر، خليني ما نختفيش برشا على خليني نتنازل ماديا. والله مش غلطات، غلطات كي يبدا عندك دي شوا اخرين. ساعات اي ساعات تظهر انت وتردم بعد تجيك حاجه كبيره، وساعات ما يجيك حتى شيء في ظل انه ما فماش حتى شيء، خير من اللي اي اكسبيريونس تنجم تحلك في المي اللي تخافو نتاعك. لا ما تعملش حاجه ما تشبهلكش، اما تنجم تعمل حاجه ما تحسهاش فريمون في قيمتك، انت تحب تمشي وتكبر، كيما تمشي في قيمتك انت لو بوبليك زاد ما يحسش في قيمتك، il te casse directement après يعني انت تاع اسمع on n'a plus droit à l'erreur. انا personnellement je le dis par expérience، قبل يعني اول ظهور وكل الخدمه تبدا كل بطاطا تبدا هابطه، تبدا تقبل على هذا على هذا على هذا. aujourd'hui on ne se permet plus بالحق باش تعمل ce ne reste que un travail اللي هو باش يطيح لك كل شيء في المي. دونك باغ شوا وحتى اختيارات ولا مش موجود. انا جودي توجور اللي قلت الاعمال وقلت الانتاجات هذيك المشكل، يعني كان جات عندنا اكثر يعني انتاجات خارج رمضان، نتخيل يعني اللي الممثل يكون عنده اكثر بوسيبيليتي باش يشارك في اكثر اعمال، وباش يحاول يكون عنده لو شوا وباش يختار يعني دو سويت، وحتى كثرت لي سيناريو. فماش راه فماش خدمه، يعني فما اون تري غروند فرستراسيون نحسها عند الناس الكل، راه ما نحبش جو فو با مو فيكتيميزي يعني فيكتيم ومانيش قاعده نخدم وكل شيء، سي ان غيل بروبليم عند الممثلين اللي في تونس الكل، اللي خرجوا لبرا ولقاو يعني الفرص ولا سيتي ان شوا اوسي باش خرجوا لبرا في مصر يعني سي دو سويت يخدموا كل شيء صانعوا روحهم، لكن اللي اختاروا زاده ولا سونت اوبليجي دو ريستي ايسي مالوغوزمون السوق سوق ضيقه برشا والافاق محدوده. هذاك علاه ديما يقعد المسرح، هو الملجا للممثل فين يلقى في روحه فين يسكسبريم فين يخرج هذيك كل فرستراسيون نتاعو في شكل فني في شكل مسرحيه في فيلم يانسي دوسو. جاتك بروبوزيسيون سنة في رمضان وما قبلتهاش. اه هاي نرجع جو روبوندي على السؤال نتاع سندر اللي حبيت هكا تعديهولك ما فهمتها انا. دونك شكون وعلاش والله اسمعني الموضوع هذا خذا بما فيه الكفايه من راح تحكي عليه تحكي فيه وكل وعمل له طاوله وكراسي وكل شيء. بون سيتي اون بروبوزيسيون وي موجوده في قناه الوطنيه، لكن كما قلت ما فماش علاش باش نعملوا تنازلات في الـ في الـ في ستاد هذا الواحد من الكارير نتاعو في عمره. دونك الحكايه تتقسم قبل سيناريو ولا حكايه لا 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 سيناريو سيتي ان تري 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 بون سيناريو من دايوغ تحيه لصديقي محمد علي دمق. لا لا فما ندم؟ لا لا فماش ندم بكل لا اوكان روغري بيان سور كو نو صار صار خلينا نقولوا ان مالونتوندو. سيتي ان مالونتوندو حكينا فيها في انا والمخرج ونحينا المالونتوندو اون اتوندون نزيدو نتقابلو نحكيو خاطر وعدني باش نزيدو نحكيو. دونك نجمو نلقاوك في الثانية ان شاء الله تتفاهموا. وي ويمكن نلقاو مع بعضنا فيه الثانية الكل. اون فيغا علاش مازن بالنسبة للعادات والتقاليد نتاع التوانسة، ولكن في نفس الوقت هو العمل التلفزي يعكس صورة المجتمع نتاعو، هذاك هو العمل المجعول باش يسلط الضوء على النقاط هذيك، ولكن في المقابل ما خلقش حلول. شخصنا المرض وما لقيناش معنا جبنا لقينا الداء وما لقيناش الدواء. هو جو بونس كو دور الفن ماهوش باش يعطي الحلول، دور الفن باش يطرح الاسئله ويوري
يعطي البديل. ما ينجمش هو يحل الافاق، يخلي الى سيت يعني المتفرج انه يخمم. مهم ياسر راهو انك تخلي المتفرج يخمم في الحاجه هذيك، في الموضوع هذاك، يطرح تساؤلات. يعني نقول انا الاثر الفني بصفه عامه في السينما ولا في المسرح ولا في اي، انه يعطيك لي بوسيبيليتي باش تخمم، باش تفكر، باش تطرح تساؤلات، يحلك ثنيات وانت تحاول تلقى الحلول. ماهوش جو بونس، اما انا ان توكا انا ضد انه الاثر الفني يعطيك لا مورال ويعطيك الحل ويقول لك فوالا ويسكرها الحكايه. نو، الاثر الفني ديما يقعد محلول وديما يحلك ثنيات ويخليك تخمم وتفكر. جو بونس اما تقعد ديما عنده معناها دور نتاع افاده في نفس الوقت. اكيد الافاده انه يسلط الضوء على موضوع معين، على مشكله معينه، على ظاهره معينه في المجتمع. فما عمل ندمت عليه ولا شخصيه عطاه لك باش تقمصها اتزيتها؟ والله ما فما حتى عمل ندمت عليه يا مرام، خاطر حتى خليش هذاك على خاطر حتى العمل اللي يعني مثلا تكون تجربه اهم من تجربه اخرى تتعلم منها، حتى الخايب تتعلم منها. وانا تعلمت، ما نحبش نقول من غير ما عندنا اوكان سوجي تابو هوني بيفري، انت في بيفري لكن هذاك تعلمت علي طاوله وكراسي وقعدنا ودرا شنو دونك. اما لكن انا تو انا فهمتك، اما لكن انا تعرفوني ما نحبش نعمل المناره والبوليميك ما انتريس با حاجه يعني كي دات دو تري تري لونتون. هو انت اللي قاعده تقول فيه سيتي با كو العمل الفني، يعني فما حاجات اخرين اللي خلاو العبد مالوغوزمون في الحياه برشا تجارب واحد يعيشها وكل يفهم بها العباد ويفهم بها كيفاش تتصرف، اي بي زاده انت تتعلم كيفاش منه هكا تعرف تتصرف وتعرف بتيتر حاجات غلط فيهم تراجعهم يانسي دو سويت. ايه اون افونس مقتنعه سندروش على بري بوزيسيون ساندرا ديجا. اي هما راهو كل واحد وكيفاش يحب، فما ناس تحب تكون دبلوماسيه حاجات ما تحبش تحكي فيها اون بوبليك، فما ناس الانفعالات نتاعها تخليها تحكي اون بوبليك، من بعد سو سون دي شوا نتاع كل عبد لازم نحترموهم وكل. انا باش نرجع بك نحب نقول لك انت توا كشاكرة بعد التجربه هذيا كل وبعد الادوار اللي عملتهم وكل، يجي قدامك حد باش يبدا في التمثيل جديد. اي اسكو تنصحو يدخل في التمثيل غيالمون ولا لا؟ وكان اي شنو هو الحاجات اللي تقولو رد بالك تعملها؟ بيان سور يعني سي لا نوفيل جينيراسيون اللي خدمنا معاها في اللي في الفلوجه ولا جون جينيراسيون اللي طالعه. بيان سور اي انا ننصح اي انسان يعمل حاجه اللي يحبها دابور المحبه لا باسيونس، انك تكون مغروم بالشيء هذاك وتعمله بحب وبغرام. بعد الغرام يجي الخدمه، انك تخدم على روحك، انك تحاول الثنيه هذيك كان خاطر المهنه نتاعنا ماهيش سهله وما راهم تعرف، مش يصفيك هاو تحت الضوء وتصور مره مسلسل وتخطف لك والانستغرام وكل، لا بالعكس خدمتنا ياسر صعيبه، فيها يلزم يجي حد معانا نهار في بلاتو بتاع تورناج ويشوف اش معنى انك تصور في السخانه، انك تصور في البرد، انك تسهر تصبح ولا تلفزه ولا في مسلسل يجيو ضيفين يتفرجوا يقولوا صرا هو هكا تورناج من سخيبو كل تعبوا هكا ابسولومون. دونك هو كل واحد في خدمته تعب بيان سور بيان سور، يعني بالحق خدمه متعبه برشا برشا ويلزمها برشا برشا صبر وبرشا تضحيات وبرشا اندورانس. دونك ننصحهم بالطبيعه اذا كان انسان يحب يمثل ويرى روحه انه يمثل، لكن ما يلزمش يستسهلها، لازم بعد تخدم. وما عنديش مشكله مع انه اللي جايين من الاكاديميين واللي ما همش اكاديميين، خاطر يا دلا بلاس بور تو الموند، لكن انت وين تحط روحك؟ انت وين تصنف روحك؟ انت وكيفاش تطور من روحك؟ تطور من المهارات نتاعك، انك تقرا، انك تثقف روحك، انك تعرف تتكلم، انك زادة كي تخرج في بلاتو تيلي تعرف تعبر على على تتعلم على حتى من الاول على رايك، وتعرف تعطي البوزيسيون نتاعك وما تطيحش في الاسفافات وما تطيحش في لو باد بوز ولا البوليميك زيد، انك تعرف تحط روحك، تعرف تبني اون ايماج دو مارك روحك. اغلاط انت تعرفت لهم ما توليش جوست فينومين انستغرامابل و سي فاسيل جو بونس. اغلاط انت عملتهم في حياتك الفنيه بطبيعه الحال وما تحبهمش هما يعملوه؟ اغلاط كيف ما اغلاط ساعه باش نحتفظ بهم روحي مانيش باش نقول لك عليهم ما تفيدنيش بهم مانيش باش نقول لكم عليهم في البلاتو تيلي اي بي
انا عامه اي حاجه نعملها حتى من الغلط نقول حتى من الغلط تتعلم جوسكو لا الحمد لله يا رب. يعني بتيتر سي ان ديفو فيا اللي ياسر نحسب الخطوات بتاعي ما جو مو لونس با هكيكا فاسيلمون في اي بروجي حتى كان على حساب بتيتر الفلوس ولا على حساب هكا الشهره والظهور نضج هذاك بتيتر وي بتيتر سي لا ماتوريتي دونك ارزن شويه ما يصيرش مانيش مزروبه كل شيء يجي في وقته وديما نقول ما يدوم في الويت كان حاجه صحيح سي تري امبورتون. وين ترى روحها شاكره في التلفزه في السينما في المسرح في ثلاثه المسرح والسينما المسرح والسينما وي الادوار اللي رفضتهم الادوار اللي رفضتهم وعلاش يا مرام على شخصي طبعا اون لو لوكس دي رول ان تان كو امي صاحبتك انا ذي حاجه ما نعرفهاش يعني خذها اون كيستيون اميكال اون كيستيون بروفيسيونيل ما جاتش الفرصه والله نسيت ما جاتش الفرصه اني ولا لا اني رفضت ادوار نو نو جينيرالمون يا اما لو بروجي ما يصيرش والا بيان سور نتبدل خاطر موجود هذا وارد انه تكون في كاستينغ وتتنحى وصارت لنا لينا الكل وقبل يعني واحد كي كان هكا مونك دو ماتوريتي وفي الصغر وكل شيء تغيظ الحكايه ويمرض ويقول اه وشنو هذا وكل توا بيان سور تقول سي كوم سا هذيك هي قانون اللعبه قانون اللعبه ويلزم تقبل لكن ديما نقول فما اخلاق انك باش تبدل ممثل لا كي باش تبدل ممثل تهز تليفون وتكلم وتقول له راهو هكا وهكا وراهو شفنا اون ريسبكت بوكو بيان سور مخرج ولا سيناريست بيان سور الى لو دغوا دو شانجي دافي باش يبدل الممثل هذاك وما يراش الممثل هذيك لكن تعلم فهمت يعني انسان وصل مرحله من العمر ومن الماتوريتي انك يلزمك تعلم شويه قدر الممثل خاطر جي لامبرسيون كو الممثل في 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 تونس هو ولا في العملية الإبداعية الإنتاجية هو الحلقة الضعيفة يعني نعطي قيمة للتكنيسيان وبيان سور عندهم الحق وكل شيء لكن ديما الممثل تحسه آخر حاجة ممكن يلزم قوانين خاطر فماش قانون كان في تونس كان في تونس كان في تونس خاطر ما تحسش قانون يكفل الممثل حقوقه وإي لا بروف كو بوكو دو كوميديان مانيش نحكي كان على روحي انا اللي دخلوا في برشا مشاريع وما خلصوش هكا ولا مرة دونك فوالا دونك يلزم المهنه الكل تتقنن اكثر وتتاثر اكثر وهما كان الخير ان شاء الله ان شاء الله يا انا نحب نشوف شاكرة في حاجه وحدها هي زعما الا بونس الا با بونسي باش تعمل حاجه وحدها خمم برشا و ان شاء الله فما ما نحبش نحكي برشا هذاك عليه قلت له دايوغ صديقنا مروان تحيه لي دايما قلت له ما نحبش نخرج نحكي ياسر مادام مازال ما عنديش انت تعلمنا منها هذا اي دونك اي فما حاجه تو كي تحضر وتكون موجوده هكا وتبدا هكا يعني حاجه لودينغ حاجه اون كور توا ان شاء الله سي جينيال فريمون جو سو كونتون بور توا الحمد لله عليك بيه ربع وقت ربع وقت وين ربع وقت ربع وقت انا ريم الحامروني ذكرني في ريم الحامروني الله يرحمها يرحمها وينعمها اي دوك ربع وقت كاو سسبوندو مشيت على روحها كيما مشيت ريم الله يرحمها ومستحيل يعني حتى الله يرحمها هذا رمرومه الله يرحمها وينعمها وقت فقدنا ريم احنا ونتي مع بعضنا بلاصه كبيره كبيره نخدموا في ليديز وانت دايوغ انت اللي جيت الله يرحمها اونوماج ريم الله يرحمها وينعمها وربي يصبر عائلتها يصبر عائلتها ويصبر بنوتتها كانت علاقتك كبيره برشا مع ريم حمروني كعوة هذيك الدنيا في مي او موان تو فيكو اون تري تري بيل اكسبيرونس مع عملتوا تورني مع بعضكم الانسان اللي تعدى في حياته ريم حمروني ما عمرها ما تعداش هكيك يعني لازم تخلي فيك اثر طبيعة نحبوها الكلنا كممثلة وذامرة ومحليها وقديش روحها باهية وسورتو كي تخدم معاها وتتقاسم معاها الركح
وبرشا جينيروزيتي وبرشا محبة وبرشا كبيرة كبيرة برشا. أنا سيتي اون اكسبيريونس ما كنتش نعرفها ريم كي خدمنا مع بعضنا وقتها البلاتو نتاع ليديز اي سيتي ان شوك تيريبل الله يرحمها وينعمها الله يرحمها وربي يصبر عائلتها. شاكورة نحبك تخرج بالضحكة. أنا نذكر كي جيت للبلاتو وقتها قلت حد حد يهب الدمع على ريم تذكر ولا لا؟ دونك دخلت لنا بالضحكة نحبك تخرج لنا بالضحكة وبالزهو نتاعك والإنرجي يعيشك يعيشك وأنت هاك مازلت بحذانا للي يحبوا شاكورة نوفو زانكيتي با مازلت قاعدة بحذانا باش نتعديو بوب ونرجعوا لوكا باند. هو احنا في ايه مشوارنا دالي وازاي شايلين وازاي فاضيين حبت ارقام وسط السكان ولا احنا تمام ولا تايهين ده طلع في وانا ليه بنهار في الضلمة بعيد عيالي المشوار لو بس النور يدخل بالسور مكاني مش في طابور ده انا مكاني بعيد ده مكاننا في حتة تانية مش جنب خطوتنا في شنة ورنة وزي ما كنا فاكرين ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية خطوتنا في شنة ورنة وزي ما كنا فاكرين ده مكاننا في حتة تانية لا مش جنب التانية Let's see.